في الولايات المتحدة ويشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة إلى شرائح كبيرة فيها، إذ إنها تفتقر إلى مثل هذه التغطية المهمة. يضاف إلى ذلك أن الأقساط التي تطلبها شركات التأمين الخاصة مرتفعة جدا لا يستطيع الكثيرون دفعها. هذا ما حدا بعض الباحثين إلى تحميل فواتير الاستشفاء العالية مسؤولية الإفلاسات المتتالية التي شهدتها أمريكا في السنوات القليلة الماضية. تقرير الزميلة ماريا حاد نتابع. الحق في العلاج مرتبط بالحق في الحياة، شعار ردده كثيرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال حملته الانتخابية العام 2008 لتثمر جهوده بعد تسلمه الرئاسة عن خطة ضخمة لإصلاح القطاع الصحي أطلق عليها منافسيه اسم أوباما كير، وتم إقرارها في الكونغرس العام 2010. وقتها رفض الجمهوريون ما جاء في تلك الخطة وحاولوا عرقلة تمريرها في الكونغرس، وعندما فشلوا تعهدوا بإلغائها خلال الحملة الانتخابية الحالية، فطرحوا خطة تتضمن منح إيصالات لشراء تأمين صحي خاص. ترك الملايين بدون رعاية صحية ليس تغييرا، رفع الضرائب ليس تغييرا، تحويل الرعاية الصحية إلى نظام إيصالات هو تغيير، لكننا لا نريد هذا التغيير. برنامج الرعاية الطبية لمحدودي الدخل الذي دعمه أوباما يغطي الآن أكثر من 50 مليون أمريكي، غالبيتهم من الفقراء والمعدومين، لكنه سيواجه تخفيضات كبيرة في حال فوز منافسه الجمهوري ميت رومني، الذي يرى أن غالبية المستفيدين منه هم من المتسولين الذين عليهم الاعتماد على أنفسهم. هل تريدون رؤية تكاليف التأمين ترتفع باستمرار واستمرار؟ لذلك عليكم الإدراك أن ما حصل خلال سنوات حكم أوباما لن يتكرر خلال السنوات الأربع المقبلة. التأمين الصحي هو التحدي الأكبر لأي رئيس أمريكي مقبل، فقد أظهرت دراسة لمعهد بيو للأبحاث أن 16% من الأمريكيين ليس لديهم أي نوع من التأمين الصحي، وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تأخرا في مجال توفير الرعاية الصحية لمواطنيها، كما أشارت دراسة حكومية إلى أن 62% من الأمريكيين الذين أعلنوا إفلاسهم العام 2007 قالوا إن ارتفاع تكاليف العلاج كان سببا في انهيار ثرواتهم أو اندثارها. ماريا شحادة، MBC. يبدو أن استطلاعات الرأي تظهر سير أوباما ورومني كتفا بكتف قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري غدا الثلاثاء. معي من واشنطن مراسلتنا الزميلة نادية بلبيسي. نادية، أيضا ضيفنا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي. أبدأ مع نادية. نادية، ما هي خطة كل من أوباما ورومني لاجتذاب المترددين إلى جانبهم تحت ما يسمى باستراتيجية اللحظة الأخيرة؟ أهلا بك حمود. أولا، زيارات مكوكية لهذه الولايات الحاسمة وبالتحديد أوهايو وفيرجينيا في محاولة مستميتة لكسب أي صوت أخير غير مقرر حتى الآن، وبالتالي نرى هذه الزيارات مستمرة حتى الليلة وقبل فتح صناديق الاقتراع. ثانيا، مهاجمة كل خصم للمرشح الآخر وتصويره وتخويف الناخب الأمريكي بأنه خطر على البلاد. 4 سنوات جديدة من الرئيس أوباما كما يقول رومني ستغرق البلاد في الديون. هذا الرئيس لن يستطيع أن يحل المشاكل الاقتصادية، البطالة لا تزال مرتفعة، 23 مليون أمريكي بدون عمل. أوباما يقول بأن ميت رومني لا أحد يعرف أين يقف، لا أحد يستطيع أن يثق به ولا بسياساته. ثالثا، الاستعانة بالنجوم، نجوم الفن مثل جيزي وبروس برينستين الذين طبعا معروفين بتأييدهم للحزب الديمقراطي، وحتى بالنجوم السياسيين من الوزن الثقيل مثل الرئيس السابق بيل كلينتون والذي سيقوم بمهرجان انتخابي لصالح الرئيس أوباما في ولاية بنسلفانيا هذا اليوم. نادية، لو لاحظتي أن الناخب الجمهوري لم يقتنع برومني، كيف انقلب الحال؟ هل هو والله كرها بأوباما وليس محبة برومني؟ صحيح حمود، ميت رومني هو مرشح من 8 سنوات إذا كنت تذكر بالانتخابات السابقة، خسرها لصالح جون مكين، وبالتالي الناخب الجمهوري بالتحديد لم يكن مقتنع فيه على الإطلاق لأسباب كثيرة، منه يفتقد الكاريزما، بأنه ربما ينتمي إلى طائفة المورمون وهي القاعدة الإنجيلية في داخل الحزب لم تكن تعترف بها كثيرا، عدا على أنه كان حاكم لولاية ماساتشوستس ولديه بعض القرارات السياسية مشابهة لقرارات الديمقراطية
ديمقراطيين، فبالتالي هو يغير وجهه السياسي حسب الجمهور. لكن الآن هناك حماس قوي جدا في داخل قطاعات الناخب الجمهوري لانتخاب ميت رومني، بالتأكيد كما قلت لأنهم لا يريدون الرئيس أوباما، هناك كره شديد بالنسبة له، قد يكون أيضا حتى الكارت العنصري جزءا منه، لا يريدونه مرة أخرى في البيت الأبيض، وبالتالي يحاولون قدر الاستطاعة أن يصوتوا كل طاقتهم وكل جهودهم نحو انتخاب ميت رومني كرئيس المقبل للولايات لكن المتحدة. الملفت نادي أن رومني يختبس كلمات وخطابات أوباما البراقة ويتحدث بشكل توحيدي وكأنه الرئيس الحالي فعلا. صحيح، يعني هذا شعار التغيير والأمل الذي طرحه الرئيس أوباما عام 2008 الآن يستخدمه ميت رومني في هذه المهرجانات الانتخابية. وأقول هذا الرئيس، نحن بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في البيت الأبيض، هذا الرئيس فشل فشلا ذريعا في تغيير واشنطن، ونحن بحاجة إلى التغيير. شعار التغيير الآن يحمله ميت رومني كما تعرف، وطبعا هذه محاولة أخيرة لاستمالة كل الناخبين الأمريكيين، وسنرى من سيكون هذا المرجو. نادية بلبيسي مراسلتنا في واشنطن، شكرا لك.